عليكم ورحمة الله وبركاته. أتينا لحصة اللغة العربية، سنكمل درسنا صديق من وراء. في هذا اليوم سنستذكر الدرس ونعيد قراءته، ومن ثم نحل اكتب وهو صفحة 41، ونستخرج قواعد الدرس ونستخرج كل ما أخذناه من القواعد. يا أعزائي الطلبة نركز حتى نكون متميزين دوما. أحبائي الطلبة، صديق من وراء. تحب ليلى المطالعة كثيرا، اختارت كتابا من مكتبة والدها لتقرأ فيه. سمعت الكتاب يتحدث إليها: أهلا بك يا ليلى، بين أوراقي أجمل القصص وأحلى الأخبار، وفيها الرسومات الرائعة. سأذهب بك إلى الفضاء الواسع والبحار العميقة وفوق الجبال العالية والغابات الخضراء. قالت ليلى: كم أحبك حين تروي لي قصص الحق والخير، أنت أيها الكتاب صديقي المخلص. تعرفنا في هذا الدرس أن ليلى تحب المطالعة. ما هي المطالعة؟ أي القراءة. تحب القراءة كثيرا، واختارت كتابا من مكتبة والدها لتقرأ فيه حتى تتعلم، وتتعلم القراءة وتتعلم قصص الحياة وتتعلم الخير والشر. سمعت الكتاب يتحدث إليها، هي عن هل يا ترى سمعت الكتاب يتحدث إليها؟ لا، هو خيال، هو خيال الواسع، وتتخيل أن الكتاب إنسان ويتحدث إليها ويقول لها: أهلا بك يا ليلى، يرحب بها: أهلا بك يا ليلى، بين أوراقي أجمل القصص. هو بحكي لها: بين أوراقي أجمل القصص، عندي في الكتاب قصص حلوة كثير وأحلى الأخبار، يوجد لدي أخبار جميلة ورائعة ستفرحين بها، وفيها الرسومات الرائعة. الرسومات الرائعة أي الجميلة أي الجذابة. سأذهب بك إلى الفضاء الواسع، بعطيها خيال كبير، سأذهب بك إلى الفضاء الواسع والبحار العميقة. ما معنى العميقة؟ اللي هي الغميقة المنخفضة، وفوق الجبال العالية، العالية الشامخة المرتفعة المرتفعة، والغابات الخضراء، جميع الأشجار فيها خضراء ومنظر جميل ومدهش. نتخيل جميعا، نغلق أعيننا طلابي، نغلق أعيننا لحظات، ونتخيل كما تخيلنا داخل الغرفة الصفية كيف نكون، وكيف أن الكتاب يتحدث إليها، وكيف سيأخذها إلى الفضاء الواسع والبحار العميقة والجبال العالية والغابات الخضراء. قالت له ليلى: كم أحبك حين تروي لي قصص الحق والخير، تعطيني الخير حق والخير، تبعدني عن الشر وعن الباطل. ما عكس الحق؟ الباطل. ما عكس الخير؟ الشر. أنت أيها الكتاب صديق المخلص. اتخذت الكتاب صديق لها، وجميعنا يجب أن نتخذ الكتاب صديقا لنا حتى نتعلم ونقرأ ونفهم ونفهم ما بداخله. ننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى أكتب. نبدأ بالسؤال الأول. ألفظ الكلمات منتبها إلى نطق الأ وإيا. أ ألف مقصورة والإي في آخر كل منهما، ثم أعيد كتابة الكلمات. ضحى، رامي، عيسى، الغالي. هنا يا ثاني سننتبه لنطق الكلمة، سننتبه لنطق الكلمة ونستمع إليها جيدا حتى نميز الصوت، هل هو أ أو إي. أ أو إي، نستمع. أنا سأقرأ وأنت استمع. ضحى، رامي، عيسى، الغالي. نعيد. ضحى، رامي، عيسى، الغالي. ضحى، وسنعيد كتابتها. لماذا انتهت ضحى؟ الألف المقصورة. ما اسمها؟ الألف المقصورة. رامي، رامي. بماذا انتهت؟ بالياء. رامي. ماذا سمعتني أتحدث؟ رامي.
سأكرر من ورائي يا عزيزي الطالب. عزيزي الطالب كرر. ضحى ضحى. أستمع إليك. ضحى. أحسنتم. رامي رامي. رائعين. أبدعتم. عيسى عيسى. ممتازين. أبدعتم يا ثاني طلاب الباحث. أبدعتم أبدعتم يا طلاب الباحث الرائعين. نشتاق إليكم، سنراكم قريبا بإذن الله ورعايته. الغالي الغالي. لماذا انتهت بالياء؟ الغالي الغالي. هيا أحباب الباحث. ضحى. رامي. عيسى. الغالي. لماذا أنا وضعت هذا الخط الجميل؟ لماذا وضعته؟ هيا هيا من يتحدث إلي؟ أنا وضعته حتى تعيد كتابة الكلمة عليه بخط مرتب وخط جميل وخط رائع. أحسنتم أحسنتم. سنعيد كتابته، سأعيده أمامكم حتى تتبعون. ضحى. ر نصف فوق السطر والنصف تحت السطر. ر مي. أحسنتم أبدعتم يا ثاني. أبدعتم طلاب الباحث الرائعين. عيسى عيسى. ممتازين ممتازين يا ثاني. عيسى. الغالي ال غالي ال غالي. لاحظ الغالي. ماذا سمعتني؟ إي إي. الغالي إي. عيسى عيسى. أحسنتم أحسنتم يا ثاني. رامي رامي. ضحى ضحى. ألف مقصورة. يا ألف مقصورة. يا أحسنتم رائعون. أتمنى أن تكون أي أن يكون خطك مرتب وجميل. مرتب خطك مرتب وجميل. إذا كان خطك جميل ضع بجانبه زي العلامة وسأراها لاحقا وسأراها لاحقا. أنت المعلم الصغير. أحسنت رائع. الآن الآن نكتب هذا على الكتاب. صفحة 40 صفحة 40. نأتي إلى السؤال الثاني. أستخرج من درس القراءة كلمتين تنتهيان بألف مقصورة وكلمتين تنتهيان بيا وأكتبها. الآن سنكتبهما هنا ألف المقصورة وهنا الياء. نعود إلى الدرس. صديق من وراء. ونستخرج منه كلمتان تنتهيان بألف مقصورة. نبدأ من البداية. تحب ليلى. عندي كلمة ليلى. عندي ليلى. أحسنت ليلى. سأضع عليها دائرة هكذا. أيضا كلمة أخرى أريد تنتهي بألف المقصورة. ألف المقصورة. هيا هيا. وأحلى. رائعين. ثاني الرائعين. أنا متأكدة أنكم أجبتم بسرعة بسرعة فائقة. أحسنتم أحسنتم. الآن سنستخرج كلمتان تنتهيان بيا. نعيد من البداية من البداية. تحب ليلى. اختارت كتابا من مكتبة والدها. أوراقي. أحسنتي 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 يا معلمتي. أحسنتي. أوراقي أوراقي. وأيضا يوجد لدينا كلمة أخرى هي صديقي. أحسنت أحسنت يا ثاني. أحسنت يا أبطال الباحث. والآن سنقوم بكتابتها على السبورة. المنتهية بألف المقصورة والمنتهية بألف المقصورة.
الياء، الياء والألف المقصورة. الآن رائع، لنرى من هو أسرع طالب، لنرى من هو الأسرع. هيا 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 ليلى. نعم إنها تنتهي بألف المقصورة، أحسنتم. ليلى أحلى أحلى، أحسنتم. أيضا إنها تنتهي بالألف المقصورة، تنتهي بالألف المقصورة. الكلمات التي استخرجناها من الدرس وتنتهي بالياء هي صديقي، هي الكلمات التي استخرجت من الدرس وهي صديقي. نلاحظ انتهت بالياء. وأيضا الكلمة الأخرى هي أوراقي، أوراقي. رايحين يا ثاني، انتهت بالياء وانتهت بالياء وانتهت بالألف المقصورة والألف المقصورة. أبدعتم يا ثاني، أبدعتم. الآن يطلب منا بنفس الصفحة، صفحة 40، أن نكتبها على الصفحة، صفحة 40، ونضع بجانبها صح. إذا انتهيت من الإجابة وأنتقل للسؤال الآخر. أبدعتم طلاب الباحث، رائعين دوما، رائعين دوما طلابنا. أستخرج من الدرس جملة أستخرج من الدرس جملة تدل على الترحيب وأكتبها. أستخرج من الدرس جملة تدل على الترحيب وأكتبها. نذهب إلى الدرس صفحة 36 وأستخرج جملة ترحيب. أين جملة ترحيب؟ ماذا نرحب عندما يأتي إلينا أحد ليزورنا، أو نستقبل المعلمة، أو نستقبل أحد نحبه؟ ماذا نستقبله؟ كيف نستقبله؟ كيف نرحب به؟ نقول له أهلا أهلا أهلا. أنا يوجد عندنا داخل الدرس جملة أهلا بك يا ليلى، رائعين يا ثاني، أنا متأكدة أنكم استخرجتموها. والآن نكمل. أكتب بخط جميل. تحب ليلى المطالعة كثيرا، أنت صديقي المخلص. أكتب بخط جميل يا صديقي يا عزيزي الطالب، وأنت أيضا صديقي المخلص عندما تدرس وتتعلم وتنجز مهامك. أحسنت يا ثاني، أحسنت أحسنت، حماك الله. الآن سنبدأ باستخراج قواعد الدرس. نستخرج قواعد الدرس من درس صديق من ورق، نستخرج قواعد درس صديق من ورق. نستخرج القواعد الموجودة داخل الدرس. نستخرج أولا، نبدأ باللام الشمسية واللام القمرية.